دلوقتي بقى تعالي نتكلم بقى على حبيبنا ايه ذا هارت او الماميليان هارت. اول حاجه بتكلم عليها طبعا ان انا اوصف الهارت ده ايه، زي ما اخذنا قبل كده ان هو ايكونيكال هولو اورجن، بيبقى ماسكولار ان نيتشر، والماسل بتاعته دارسين ان هي الكاردييك ماسل. طب ايه فرق الكاردييك ماسل عن بقيه الماسلز التانيين من الحاجات اللي جواها؟ الكاردييك ماسل بتبقى فيها سيرتن بروتين او ريسبيراتوري بيجمنت اسمه ذا مايو جلوبين. المايو جلوبين ده، مش احنا واخدين هيموجلوبين؟ بقول على الهيموجلوبين ريسبيراتوري بيجمنت، يعني بيجمنت بياخد بيعمل اكستشينج اوف جاسز. في الماسلز بيبقى فيه مايو جلوبين نوع تاني غير الهيموجلوبين. احنا عندنا ثلاثه ريسبيراتوري بيجمنتس، هيموجلوبين بتاعنا، فيتال هيموجلوبين بتاع الفيتس، والمايوجلوبين اللي بيبقى في الماسلز. يبقى كل الماسلز عندهم مايوجلوبين. طب ايه فرق المايوجلوبين عن الهيموجلوبين العادي؟ الفرق بتاعهم ان المايوجلوبين has a greater affinity to oxygen. وانا قصدت كمان اشرح لك يعني ايه greater affinity، يعني معناها ان هو بياخد اي اقل كميه اكسجين موجوده على طول trapping it، يعمل لها saturation. ففي كل الماسلز فيها مايوجلوبين، لكن الكارديك ماسل فيها مور اند مور مايوجلوبين، لان دي طبعا a very important organ. طيب الهارت السايز بتاعه لايك اكلينشد فيست، يعني لو قفلتي الفيست الهاند بتاعك قوي كده هتعرفي السايز اوف ذا هارت، وبيبقى كفرد فروم اوتسايد، عمرهم ما بيرسموه ولا بيشاوروا عليه، باي الديليكت ممبرين، محوط الهارت كله، الممبرين ده اسمه ذا بيري كارديوم. البيريكارديوم ده هو عباره عن الديليكت ميمبرين ذات بروتكتس ذا هارت، بيخلي الهارت يبقى فلوينتلي بامبنج، يعني بيديله بعض البروتكشن كمان، لان الهارت از ان كلوز كونتاكت مع الريبس، فالبيريكارديوم بيحميه من الفريكشن وذ ذا ريبس. طيب الهارت موجود فين؟ موجود ان ذا تشست كافيتي in between the two lungs was slightly tilted to the left. لو انا اخدت الهارت كده من بره هلاقي ان هو ده المنظر بتاعه، وطالع منه blood vessels، وداخل فيه blood vessels، يعني ده كده الاورطة خارج، ده البلموناري خارج، ده السوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا داخلين، دول البلموناري فينز داخلين. بيطلع جاست، يعني طبعا انا هرسمها بقى كده كانها جايه من ورا، طالع من الاورتا، اول ما الاورتا يخرج من الهارت بيدي برانشز على طول للكارديك ماسل، دول اللي هم الكوروناري ارتري، ما هو ما دام في ارتري يبقى لازم في فين، فالكوروناري فين بيعمل بورينج في الفينا كيفا، هنا كوروناري فين بيعمل بورينج في ال اسمه ايه البالمونيري ارتري، والكوروناري في البالمونيري ارتري، والكوروناري ارتري بيخرج من الاورتا. طيب ده بالنسبه للهارت من بره، وات اباوت فروم انسايد؟ فروم انسايد لو انا قطع الهارت لينث وايز هلاقيه معمول من two sides، ال right side وال left side separated by a septum. ال septum دي بتكون muscular هي كمان. فده كده يبقى عندي right hand side right side of the heart وال left side of the heart. كل side بيبقى divided into two chambers. ال upper chambers طبعا they are called the atria، وال lower chambers they are called the ventricles. دايما دايما لو بصيتي للوول اوف ذا اتريوم بتلاقيه much thinner than the wall of the ventricle، وده له سبب. اولا لان الاتريا when they contract
they are going to push the blood للventركل، والventركل ده بيبقى تحت الاتريوم على طول، ف there is no need for very strong contraction. لكن الventricles كمان في difference ما بين size بتاع او thickness بتاع muscles. في عندي هنا thinner muscles in the right ventricle than the thick muscles of the left ventricle. طب ايه السبب؟ لان هنا thinner muscles هتعمل لي ايوه forcible pumping، لكن not forcible like this. كل ما الارتري سوري المسل بتبقى thicker، كل لما البامبنج فورس بيبقى اعلى واعلى. طب ليه انا عاوزه ده with a lower force؟ سببين، والسبب الثاني اهم. السبب الاولاني اللي هو less important، ان هنا البلاد هيروح يطلع يروح على اللانجز. طب اللانجز دول surrounding the heart، around the heart، الهارت in between، فالديستنس is very short، فمش محتاجه forcible pumping. لكن في سبب اهم، ان لما بيدخل البلاد على اللانجز بيروح على الكابيلريز، فلو في forcible pumping يبقى very high blood pressure، capillaries are going to burst. عشان كده دي السبب ده اهم، ان في thinner cardiac muscle في ال right ventricle. لكن ال left ventricle لا، ده انا عايزه بقى a very great thickness عشان تعمل pumping to all parts of the body in the same time. وده السبب ان بيكون في ال thickness بتاع ال left ventricle بيكون اكبر من او اكتر من ال thickness of the right ventricle. ما دام في blood ماشي لازم ان هو يبقى moving in one direction، يبقى I need valves. لو انت ملاحظة البلاد هيمشي كده، بصي الدايركشن اوف ذا فالف اهو مع الدايركشن اوف بلاد اهو، فعندي two valves ما بين الاتريا والventricles، ودول بسميهم طبعا the atrio ventricular valves. طبعا we have two of them. عندي التريكاسبيد فالف على الرايت سايد ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، والبايكاسبيد فالف بايكاسبيد فالف عند ما بين اللفت اتريوم واللفت فنتريكل. بايكاسبيد فالف عنده another name mitral valve، بنبقى عارفين الاثنين. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ التريكاسبيد تراي، اديني احطها على بورد كده فاضيه وبعدين ارجع البيكتشر دي مره ثانيه. الباي كاسبيد اللي هو الميترال، والتراي كاسبيد ملوش اسم تاني بقى. يعني ايه كلمة كاسب؟ كاسب يعني فلاب او حاجة كده شبه الممبرين او زي السكين، بيبقى رفيع كده وبياخد دوم شيب بالشكل ده. فالتراي كاسبيد عنده اتنين كده، والتالتة بتبقى لورا. اوكي، لو انا بصيت له من فوق هلاقيه عامل كده بالشكل ده. كل واحدة من دول اسمها ذا كاسب. اوكي، الباي كاسب دي اتنين بالشكل ده، لو انا بصيت من فوق هلاقيه عامل كده. اوكي، وكل واحده منهم it is called the cusp. طيب ارجع بقى تاني كده للبيكتشر اللي قبلها. الفالفز بتبقى held للventricles، بقول عليهم tendinous cords، ايه عامله زي الحبال كده شبكه في الventricles. ليه بقى؟ عشان لما يحصل الopening of the valve بيبقى الكارديك muscle بتبقى relaxing، فبتبقى بعده شويه كده، فبتشد معاها التندنس دهيت، فبتساعد ان الفالف يتفتح.
لكن once the ventricle contract بتحصل shortening في المسل فبتزق التندنز لفوق plus ال pressure of the blood. يعني لما بيحصل pumping والبلد بيزق كمان يعني بالpressure of the blood from below الفالف بيتزق plus التندنز دهيت او التندنس كوردز. فاكره ما قلت لك على الفينز لما بتمشي بتقفل الفالف اللي وراها؟ نفس الحكايه هنا، انا عندي بلد طالع كده ببامبنج والفالف مفتوح، البلد بيزق هيروح الفالف قافل. اوكي البلد ما قل في الدايستول هيفتح ده وعشان يعمل فيلينج، لان البلد اللي فوق بقى هو اللي بيعمل بوشينج. انا هشرح طبعا هنا الكارديك سايكل بقى بتفصيل قوي عن الاو ال. طيب يبقى ده بالنسبه للفالفز اللي ما بين الشامبرز. عندي انذر جروب اوف فالفز اللي هي السيميلونر فالفز بقى، ودول بيبقوا at the origin of the large arteries، يعني at the origin of the pulmonary artery اهو، و at the origin of the aorta حته منه بس اللي باينه. دول السيميلونر فالفز دول بيعملوا separation of the right atrium from the pulmonary artery والleft right ventricle والleft ventricle from the aorta. طيب اي فالف في الدنيا بيبقى موجود to prevent the back flow of blood. لو بتكلم على ال atrioventricular prevent the blood flow the opposite او the back flow of blood من ال ventricle to the atrium. لو بتكلم على ده prevent the back flow of blood من ال artery to the ventricle. اوكي لو انت ملاحظه ده كده السوبيريور فينا كيفا وده الانفيريور فينا كيفا. بصي الفالفز اللي فيهم دايما الفينز دي بيبقى فيها فالفز عشان تو بريفنت الباك فلو اوف بلاد. طيب بصي للبيكتشر دي دي عباره عن بيكتشر بيبقوا واخدينها باي ا سيرتن داي علشان يبين البلاد فيسلز. اوكي فدول طبعا الكورونريز بتوع الهارت. بص اكستنسيفلي برانشنج ازاي عشان يبقوا سبلاينج افري بارت اوف ذا كاردييك ماسل وذ بلاد اند اوكسجين. طيب تعالي نتكلم بقى على الاكشن اوف ذا بلاد اوف ذا هارت. احنا عارفين ان الهارت بيعمل pumping to the blood بس لازم البلاد يوصل له الاول. فلو انا جيت هنا للرايت سايد اوف ذا هارت البلاد از جوينج تو ريتش ذا هارت ثرو ذا فينا كيفي او السوبيريور فينا كيفا بيجيب البلاد فروم ذا upper بارت اوف ذا بودي وده طبعا بيبقى دي اوكسجينيتد بلاد والinferior vena cava بيجيب البلد from the lower part of the body. طب احدد ازاي upper او lower؟ above the level of the heart او below the level of the heart. above يبقى ال upper part of the body، below يبقى ال lower part of the body. سوي. فاللي جاي سواء من هنا او من هنا ده دي اوكسجينيتد على طول والبوث جريت فينز they pour their blood in the right atrium. طول ما الرايت اتريوم لسه بيملى بيبقى الفالف ده is closed لازم. فالرايت اتريوم when it becomes full of blood بتبتدي تعمل الوولز بتاعته تعمل الكونتراكشن. طيب حاجه عملت كونتراكشن وانا لسه قايله لك دلوقتي ان كونتراكشن خليني احط انذر بورد احسن. حضرتك يا دكتور بتقولي ان الرايت اتريوم كونتراكت لما يجي لها بلاد؟ لما يتملي بالبلاد. طول ما هو بيملى التريكاسبيد فالف قافل عشان يمنع الليكج اوف بلاد للفنتريكل.
مش مفروض كده الرايت اتريوم يكون ريلاكس عشان ينزل جوه البلد؟ لا، ما انا بقول لك لما يتملي خالص هيبدا يعمل كونتراكشن. اوكي طيب، اي ماسل وين ات كونتراكتس بيحصل لها ايه؟ لسه قايله لك حاجتين، ايه هما بقى؟ اي ماسل وين ات كونتراكتس شكلها بيبقى ايه؟ بيبقى زي دوم كده؟ لا، مش انا لسه قايله لك ان الماسل when it contracts it becomes thicker and shorter. اه thicker بالظبط. اه قايله لك اه مش shorter. طيب انا عندي الاتريوم عامل كده مثلا، when it contracts هيبقى كده thicker and shorter، هيضيق. What about the volume؟ وهنا مليان بالبلاد، الفوليوم يحصل له ايه في الوقت ده يا كنزي؟ بتاع الاتريوم when the muscle contracts بيقل؟ طبعا. طيب يبقى الفوليوم قل. طب what about the pressure inside؟ بيبقى هاي؟ هاي، برافو عليك. يبقى when it contracts بلاقي ان الفوليوم becomes less والبريشر بيكمز هاير. طب انا هنا كان عندي، انا مضطره بقى امسح ده وارسمه تاني، انا هنا كان عندي openings for السوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا، والاثنين على فكره بيجوا يفتحوا كده في الهارت. لما الماسل بتبقى اضيق بتقفل الفتحات دي. ليه بقى؟ عشان انا مش عايزه بلاد تاني يدخل دلوقتي يلخمني، انا عايزه اعمل بامبنج لكل كميه البلاد اللي هنا، وانا عندي حلو قوي البريشر عالي جوه الرايت اتريوم، فهيزق لي الكاسبس او الفالف يفتحوا. فمتخيله اللي انا بقوله ده؟ اه تمام متخيله. اوكي، يبقى لما هنا بيبقى في عندي الترايكاسبيد فالف ويل اوبن، فبلاقي على طول ان البلاد ويل فلو تو ذا رايت فنتريكل. طيب الرايت فنتريكل في الوقت ده بيبقى ريلاكسنج او ان دايستولي، فبيبتدي يتملي بالبلاد. طب تعالي بقى نرجع، خلاص على فكره الحته دي ماشي على كل الكاردياك ماسل، اي ماسل when it contracts it becomes thicker and shorter. لكن بالنسبه للكاردياك ماسل ده كمان او الهارت هيمشي على كل الشامبرز. once حصل contraction اللي احنا بنقول عليه the systole، هيبقى في عندي lowering للفوليوم وهاير بريشر. طيب اشيل ده بقى وارجع تاني للبيكتشر بتاعت الهارت. يبقى هنا لما اتملى ده بالبلاد بيحصل الكونتراكشن، بتضيق الفتحات دي، ولاحظي الفالفز اتقفلت كويس، والبلاد بالبريشر العالي ابتدى يعدي هنا. هيفضل مقفول على طول؟ لا، ده الموضوع ده كل الكارديك سايكل بكل اللي انا هشرحه بتاخد 0.8 اوف سكند. تخيله بسرعة جدا، وان هارت بيت بيحصل فيها ده كله. طيب لما الفنتريكل بيملى انا محتاجة املاه براحتي، مش عايزة حاجة تعمل ليكج، عشان كده ده بيتقفل السيميلونر فالف. It has to be closed، لان لو كان مفتوح البلاد هيبدأ يعمل ليكج. وكان في كويستشن جه مرة ان في ديفكت في الفالف، بس كانوا جايبينه على الاورتيك، وده يعمل ايه؟ ليكج اوف بلاد، فالبلاد هيبتدي يطلع بعد كده من الفنتريكل اندر لوور بريشر والكميه اقل. بعدين يعني لو شفناه هبقى اقول لك عليه، مش فاكره حتى جه في ايدكسال ولا كامبريدج، لان انا بحل للاثنين نفس الكلام، فكل واحد بيتقال له بطريقه. فهنا وانس الفنتريكل از فيلد وذ بلاد هيبدا على طول يعمل البامبينج. طب ما البامبينج قلت بيقفل ايه؟
الترايكاسبيد فالف، لكن بيفتح ده لان البريشر اوف ذا بلاد بيبقى هاير انسايد ذا فنتريكل ذان انسايد ذا ارتري. يعني هنا انا قلت لك ايه اللي بيفتح الفالف، البريشر هنا بتاع البلاد بيبقى اعلى من الانسايد اوف ذا فنتريكل، فعشان كده بيتفتح. طب ده اتقفل خلاص وده مقفول، البريشر بتاع البلاد هنا اعلى من البريشر بتاع البلاد اللي في البلموناري. هتقولي لي الله مش البلاد راح خلاص على اللانجز، لا هي الارتز والفينز دي مش بتفضى، بس البريشر فيها يقل او يزيد، اه بس هي فيها بلاد على طول. فهنا البريشر في الرايت اتريوم هيبقى مور ذان ذا بريشر ان ذا بلموناري ارتري، فهيبتدي يزق الفالفز، الفالف هتفتح عشان البلاد يلاقي مكان يطلع على فيه اللي فيه اللي يعني اللي فيه. فالرايت فنتريكل بالكونتراكت رايت كاسبيد فالف بيقفل ده يفتح. لو انت ملاحظه ان لو ده فاتح ده قافل، ده فاتح ده قافل عكس بعض على طول. فاول ما بيفتح السيميلونر فالف بيطلع البلد يروح على التو برانشز اوف ذا بالمونري ارتري عشان يوصل الدي اوكسجينيتد بلاد اللي فيه تو ذا لانجز، يحصل ان اكستشينج اوف جاسز. خلص الاكستشينج اوف جاسز يرجع تاني البلاد، بس هيرجع تاني along the pulmonary veins. وعلى فكره لمعلوماتك ان كل لانج بتخرج لي تو pulmonary veins، بس لما بيقربوا من الهارت بيبقوا 1. اللي ودي طبعا البيكتشرز دهيت اللي بيرسمها، يعني حرام عليه، ده مفروض هو مش بيفتح هنا، هم يعني ده بيفتح كده اوكي، بص التاني فتحته فين اهي، لان ده جاي من ورا، فاهماني؟ بس الفتحتين قريبين من بعض جدا، considered as one، فبعض الكتب رسمينهم one one، يعني بمعنى ان one lung بعت اتنين كده، they united قبل ما يدخل الهارت بالشكل ده. خليني احط التاني جنبه مش الناحية التانية كده، ده التاني، two veins united to form one. عند الهارت الاتنين بيفتحوا بفتحة واحدة، ده اللي انا درسته وبعض كتب رسمها صح. هنا حطيت لك الفتحة من ورا، واحدة هنا واحدة هنا، هم بيبقوا قريبين جدا من بعض لحد ان عند الاتريوم بيبقوا وان اوبننج. ايا كان انت مش مطالبه تعرفي هو بيفتح بكام فتحه. طيب نفس اللي قلته على الرايت سايد هقوله على الليفت سايد مع الفرق الاسماء. في الليفت الرايت سايد كان دي اوكسجينيتد بلاد، هنا بيجي اوكسجينيتد. هنا كان بيملى الرايت اتريوم، هنا بيملى الليفت اتريوم. لما ده بيتملي لازم الفالف يكون مقفول لان الفنتريكل بيكون بامبنج فبيقفل، فيروح ده مليان وبعدين يحصل contraction يعمل lowering للفوليوم increasing pressure يروح فاتح الفالف. الفنتريكل في الوقت ده بيبقى relaxing فبيشد لي، ده بيساعد ان بيتشد التندنس كوردز تفتح الفالف. في نفس الوقت البالموناري سيميلونر فالف بيبقى قافل عشان يخلي الفنتريكل يتملي براحته. الفنتريكل اتملى بالبلاد، البلاد اللي فيه بقى اقوى من البلاد ان ذا اورتا، مور بريشر، يبتدي يزق البالمون الاورتيك سيميلونر فالف يفتح. في وهو بيعمل البامبنج هيقفل ده، وده ده مقفول ده بيملى على طول. الموضوع ده بيبقوا مع بعض، يعني حاجه بتحصل التاني بيشتغل، يعني الفنتريكل عمل contraction ده بيملى، عامل relaxation وبيملى. معايا في النقط دي يا كنزي؟ هاي دكتور ما حركت. هنا طبعا حصل pumping فالblood was pumped in the aorta to every part of the body. طيب لازم نعرف كمان حاجة صغيرة قوي، ان دايما الاتريا شغالين مع بعض والventricles بيشتغلوا in the same time، يعني وان الvalves open and closes لما البريشر
changes in the chambers on both sides of the valve. يعني أنا عندي هنا pressure on one side of the valve كان عالي فتح لي blood فتح لي الفالف لأن pressure هنا أعلى من pressure on the other side of the valve. The pressure of blood زقلي الفالف فتح. بنفس الطريقة هنا pressure هنا أعلى on the side of the valve than on the other side. فابتدى يفتح الفالف. لما يحصل كل البلاد يخرج بقى البريشر هنا اعلى افلي الفالف ليه بقى؟ لان البلاد هيعمل كده زي اللي انا وريتها لك في الفين هيقفل الفالفز دهيت بتاعت السيميلونر فاهماني؟ وزي بالظبط اللي وريته لك في الفينز لما البلاد اتجمع في حتتين قفل الفالف من تقل البلاد. طيب ده كده اللي انا قلته ده كله اللي هي ايه اللي بيحصل جوه الهارت بالظبط وده اللي بنسميه the cardiac cycle. طيب طبعا الرسمه دي مسكينه قوي كان المنهج القديم فيه رسمه احسن من كده بس انا ملتزمه بالكتاب. ايه الكارديك سايكل دي بالظبط؟ الكارديك سايكل دي كل اللي انا قلته ده بس هقسمها لك كده بتبدا امتى وتنتهي امتى. الكاردييك سايكل انا هجيب بقى معلش البورد ده عشان احط لك الستيجز بتاعه الكاردييك سايكل وهو كل اللي انا قلته على فكره. كاردييك سايكل دي بتاخد اللينث بتاعها 0.8 اوف سكند وبتعادل اللينث بتاع 1 هارت بيت. 1 هارت بيت 0.8 اوف ا سكند. طيب وعلى فكره لو يمكن انت هتحلي وهتشوفي مسائل يقول لك يجيب لك رسمه كده ويقول لك وات از ذا نمبر اوف هارت بيتس بير مينيت. تاخدي اللينث بتاع الكاردييك سايكل تعملي 60 ديفايدد باي 0.8 هتطلع لك هاو ماني بيتس بير مينت على طول 60 لان الكل مينت فيها 60 سكندز وده بياخد 0.8 اوف سكند قسمي بقى ال 60 سكندز دي على ال 0.8 يطلع لك كام كاردييك سايكل او كام هارت بيت بس مالناش دعوه بده دلوقتي هبقى اوريك الحاجات دي على مسائل. الكاردييك سايكل بتبدا بايه؟ بتبدا ب اتريال سيستول. سيستول طبعا احنا واخدين يعني كونتراكشن. اول مرحله دي ده الفيرست ستيج. تاني مرحله طبعا هنا الاتريال ويل كونتراكت تو فورس ذا بلاد انتو ذا فنتريكلز. يبقى تاني مرحله هنا الventricular systole second stage خلاص الventricle اتملى عايز بقى يعمل contraction in order to push the blood out to force the blood out into the aorta and the pulmonary artery. ليه بقى؟ لان انا قلت لك ان both ventricles they work together وبوث atria they work together يبقى both sides of the heart كل واحد فيهم بيعمل cardiac cycle بس الاثنين في نفس التوقيت. فالاتريال سيستول يعني معناها بوث اتريا بيعملوا كونتراكشن مع بعض. فنتريكولر سيستول يعني بوث فنتريكلز بيعملوا كونتراكشن مع بعض. عشان كده قلت لك ان البلاد از بوشت في الاورتا والبالمونري ارتري. طيب ثالث ستيج وعلى فكره الفنتريكولر سيستول دايما الventricles they contract بعد الاتريوم ب 0. الفرق ما بينهم 0.13 of a second 0.1 يعني 1.3 لكن كلها على بعضها 0.8 0.13 of a second. ايه السبب بقى؟ ده هناخده ان شاء الله في A2 كان معاليكوا في AS وكنا بنعرفه. ده عشان ال الموفمنت اوف ذا الكتريكال اكسايتيشن اللي بتبقى في البيس ميكر اوف ذا هارت يعني مش وقت ده هتاخديه في اي 2 بالتفصيل بقى. بعد كده عندي ال
دايستول او الدايستولي. لما يقول لي الدايستولي يعني معناها دايستولي، احنا دايما بنقولها بتاع الفنتريكل او بمعنى تاني ريلاكسيشن. طب ده ايه بالظبط؟ ده بيحصل between two systoles والهارت ماسل طبعا ريلاكسز to allow the filling of the blood. الدايستولي هنا المفروض ان مقصود بيه الاتريال دايستولي والفنتريكولار دايستولي، بس انا ما دام حطها ستيج نمبر 3 يبقى انا بتكلم هنا على الفنتريكل، لان when the ventricle is contracting بيبقى الاتريوم ايه؟ ريلاكسنج يعني في الدايستولي بتاعه. فاهماني؟ بس عادة احنا ما بنتكلمش على الدايستولي بتاع الاتريا، بقصد بيه هنا الدايستولي بتاع الفنتريكلز، وده بيحصل ما بين تو سيستولز. يعني انا لو عندي الفنتريكل عامل سيستول فالبريشر فيه عالي قوي كده وبعد كده بيوطى عشان بيملى، another سيستول فالمسافه دي بيكون الفنتريكل از ان ذا دايستولي. التايم ما بين او المسافه ما بين تو سيستولز اوف ذا فنتريكل بيبقى الفنتريكل ما بينهم بيرتاح، او هو مش بيرتاح هو بيتملي بالبلد، فلازم يكون هادي يكون ريلاكسنج عشان يقدر ان البلد تو فيل ات بروبرلي. طيب هوريكي بس البيكتشر اند اي ويل اند السيشن ده. بصي بقى هنا اهو ده كده الفيلينج بتاع الفنتريكلز، يبقى الفنتريكلز ار ريلاكسنج دايستولي. هنا الفنتريكلز دي ار بامبنج يبقى ذيس از ذا سيستول. طب ما لما الفنتريكلز ار ريلاكسنج بيبقى الاتريا في السيستول بتاعه، لكن لما الفنتريكل بيبقى بامبنج او ان ذا سيستول بيبقى الاتريوم از فيلينج، يبقى ده في الدايستولي بتاعه بتاع الاتريا.